الأستاذة خديجة ملولي رحمها الله من الأطر التعليمية من الرعي الأول اللي بعد الاستقلال واللي كونت أجيال وأجيال واللي صبحوا الآن جدات. أستاذة خديجة ملولي الإنسانة اللي كانت تتفانى في التربية كونت بالإضافة إلى أسرتها الصغيرة أبنائها وبناتها فكونت أجيال منهم الآن اللي أصبحوا أطر كبيرة في العليا في الدولة منهم وزراء ومنهم أطر اللي كتسير دوالي بالدولة. فرحمه الله إنسانة كانت منبع الأخلاق ومنبع الحنان كل ما كيلجأ لها شخص إلا كتلقاها موجودة في صفو بالليل بالنهار في أي وقت خففت عن الناس كثير من المعاناة. رحمه الله أنا إنسانة اللي لم يجد الزمان بمثيلها فبهذه المناسبة كنت من لها الرحمة والمغفرة ويسكن الله فسيح جنانه ويتقبل عنده بالحسنة ورحمه الله وتعازي الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة من المعارف ديالها وأصدقائها وصديقاتها رحمه الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي.